عبد النور عمر، منسق عضو المجلس الجهوي وعضو المجلس الوطني ومنسق مديريه ديال المديون. اليوم درنا وقفه امام الاكاديميه اكيد كمستجد خطير في حق الاساتذه المتدربين في الترتيبات الكيديه، لان اول مره غيتم الانزال الفعلي ديال الفصل تكوين على التوظيف. يعني كانت مشكل ديال الازمه ديال الاساتذه المتدربين في اسفي، اليوم كيبانوا 12 استاذ هنا في الجديده، 6 ديال الاساتذه في المديريه ديال العرائش، في المركز ديال العرائش عفوا، ثم كذلك 3 ديال الاساتذه في المركز ديال وجده. لا لشيء الا الترتيبات الكيديه، حنا كنعرفوا على المهام ديال المراكز ديال التكوين ماشي ديال الترتيب. المحدد الاساسي انك باش كتنجح في هذه المباراه ديال التعليم، وعلى انك كتدوز واحد المباراه كتابيه وشفويه مباشره كتمشي للتكوين. التكوين الدور ديالو هو انك كياثرك كياثرك وكيوجهك، كيعطيك مجموعه من التوجيهات والارشادات، وكياثرك اكيد من اجل انك باش تمارس واحد المهنه، ماشي ترتيبات كيديه على اساس انها ماشي حتى معيار ديال الكفاءه. علاش؟ ان واحد الاستاذ ما عرفش، يعني عنده مشاكل مع استاذ، لا خاصني نرسم، يعني حتى ذاك تكافؤ الفرص انهم باش يعرفوا النتائج ديالهم، يعني تعطاهم التعيينات بلا ما يعرفوا النتائج ديالهم. يعني هنا هذا اصلا واحد سوء نيه ديال المراكز، على انهم بغاو انهم يرسبوا هذه الاساتذه، وبالتالي التنسيقيه من داخل التنسيقيه باعتبار ان الاساتذه مفروض عليهم التعاقد، باعتبار كذلك ان هذه الاساتذه كذلك مفروض عليهم التعاقد، اكيد سطرنا هذه المعارك واكيد خرجنا لهذه المعركه للوجود باش نوصلوا واحد الرساله، يعني المراكز نوصلوا لواحد الرساله لبن موسى على اننا نرفض هذا الامر، على اننا نرفض هذا الامر ويجب فتح تحقيق يعني موضوعي في هذا الامر، لانه ما كاينش نهائيا تكافؤ الفرص. واحد الاستاذ يعني في اطار ديال المحسوبيه، ولا ما عرفتش في اطار ديال يعني ديال مجموعه من الامور اللي هي غامضه اصلا، اللي ما معتمدش على الكفاءه، وترصب مجموعه من الاساتذه اللي اصلا باي معيار غترسبهم الكفاءه. علاش؟ لان ربما هذا الاستاذ عنده واحد يعني واحد الموقف على واحد الشعبه، بالتالي لا خص هذوك الاساتذه ترسبوا على اساس ان وقوم لينا غير هاد المشرفين على هاد المنظومه التربويه اللي كانت فاشله من الاستقلال حتى لدابا، وتجي واحد الاستاذ اللي يلاه في البدايه ديال المسار المهني ديالو غادي تبقى تقدم ليه واحد التوجيهات وتقول ليه انت ما صالحش للتعليم. السلام عليكم، معك استاذ متدرب فوج الرياضيات 2022 بالمركز الجهوي لمديرات الجديده. يعني المشكل ديالنا هنا هو جينا حنا كنطالبوا باعاده التصحيح، وكذلك بالمنح ديالنا دوره استدراكيه استثنائيه من اجل تدارك ما فاتنا، مع العلم اننا استوفينا جميع المجزوءات باستثناء مجزوءه واحده. يعني حنا جينا هنا باش ندفعوا طلب ديال اعاده التصحيح، يعني لقينا المدير الاكاديميه الجهويه، يعني ما كاين حتى شي واحد، كل شيء خارج، كيقول لي كل شيء خارج كونجي. كذلك بغينا نعرفوا شنو هي الخطوات ولا المساطر اللي خصنا نتبعوا باش يدار لنا اعاده التصحيح. بالاضافه كذلك بغينا نعرفوا يعني شنو هو المصير ديالنا، لان كما كتعرف ان خرجات هذه المذكره الجديده اللي خرجات كتقول لك ان ما كيتعينش شي استاذ الا ما استوفى جميع المجزوءات، معلم ان استوفينا جميع المجزوءات باستثناء مجزوءه واحده. فهذا حنا بغينا نعرفوا شنو هو الحل، واش غادي تكون دوره استدراكيه استثنائيه، واش غيتم اعاده التصحيح، واش هذا الشيء غيبقى حتى العام الجاي، واش انك خصك تعاود الامتحان، لان العام كامل وانت كتكون يعني ضارب تماره عام كامل وفي الاخر ما كتستوفيش، كتبقى لك مجزوءه. يعني ما عرفناش شنو السبب. يعني هنا كنبقى كنطرح هذا التساؤل، يعني شنو هو المصير ديالنا، يعني حنا بغينا يكون عندنا يدار لنا شي حل. صافي هذا